معكم حسام من قناة حسام رومي. اليوم رح نتعلم كيف راح ننزل روت وبلاي ستور لنوكيا اكس. تابعوا معي. اول شي بتروح على جوجل كروم، تضغطوا، ركزوا معي لو سمحتوا، تضغطوا في روت دروب بوكس. تمام، بتروح على في روت دروب بوكس، بيجيكم هاي، تعملوا لها داونلود. اوكي، ترجع عشان انا اعمل لها داونلود. اوكي، بتروح على وين هيك، كيف بكون شكلها، ندور عليها، ندور 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 في هيا، هيك بتكون. تضغط عليها، بكون زي هيك، تعملوا بكون اول اشي تحميل، بتخلوا التحميل هذا بخلوا لك اياه روت، بس بدكم تركزوا بالتحميل وكل اشي. هل شو بعدي بتسوي؟ اول اشي اوكي، هلا بس يصير عندكم روت كل اشي بتنزلوا تطبيق اسمه روت اكسبلورر. هذا مهم، والرجاء الرجاء انا مش مسؤول عن اي اشي بيصير بالروت اكسبلورر، بدكم تدققوا نفس اللي انا بعمله بالروت اكسبلورر، اذا محيته ممكن اي ملف ممكن تمحوه، ممكن يؤدي الى ضياع الجهاز. من هلا انا بخلي مسؤوليتي من اي جهاز، الروت اكسبلورر بكون زي هيك. اوكي، بكون بالاول ار او بتصير ار دبليو. اوكي، هلا هون بتروحوا. اوكي بس شوي، تروح هاي، اوكي انا راح احط لكم الرابط تحت التحميل. طيب تعملوا داونلود، بعد ما تعملوا داونلود بتروحوا على لينك 3 وبتعمل هذا وبتعملوا داونلود له نفس الاول. هلا هون بتروحوا، ركزوا معي لو سمحتوا، بتنزلوا اشي اسمه استرو فايل مانجر، هذا اصلا بكون في النوكيا اكس يعني، عشان بس نعرف وين الزي اي بي تبعه. شوي بس، اندرويد، بس نروح على ستور. طيب نروح على اس دي كارد، نزل تحت بتلاقوه في شيء اسمه داونلود، اللي هم هايو هدول هم التنين. اوكي، هلا وين بنروح؟ بنروح هلا على روت اكسبلور. اول اشي ركزوا معي، نفس هم هاي الملفين تحتهم اللي هو نوكيا اكس جاب ونوكيا اكس من جوجل ابس، تروح على هاي، شو بتعملوا لها؟ استخراج يعني، بتضلكم ضاغطين عليها، تضغطوا اكستراكت فول يعني استخراج الكل، باخد شوية وقت نوكيا اكس ستور، يعني ما بنزل ولا اشي ولا اشي بيثبت عليه. هلا مثلا انك انت بدك انه نلعب مثلا مع بعض لعبة اسمها بليد بروجيكت او فيفا 14، مو هيك نلعب يعني، انا بنزلها اما هو بقدر تنزلها، ليش؟
يعني ستور تبع نوكيا فاشل، فبننزل له بلاي ستور. يعني هذا العام فيه لكل الناس اللي متعثرين انهم ينزلوا بلاي ستور. اوكي هيو قرب، ايه المشكلة؟ نستنى يعني ورا نفسي. طيب ارجوك كرر. انا لا، انا اخلي مسؤوليتي من انه حدا يلعب بروت اكسبلورر وما بمزح. يعني هاي مزح نقطة، انا ماليش خص. ركزوا وين انا حطيت واعمل هذا روت اكسبلورر، مش مزح، بده ناس المطورين. اوكي هاي زبط، عملنا له اكستراكت، بنعمل له جو تو اكستراكت، تعمل له هيك، تضغط اول اشي هاي، تعمله اختيار الكل. اللي هي بتعيد تشغيل الجهاز وبكون ان شاء الله زبط. كان معكم حسام رومي، الرجاء تعليق سبسكرايب، وشكر خاص لحمزة قاسم.